that actually inspires me is contributing to raise my country's name in international forums. Also, my family, making my family proud and everyone else. Of course, I always hear that fencing is not for women, and why do you play this kind of sport? It's for men and those type of things. However, I think it's quite the opposite, and it suits women very good. My number one supporter is my mother, of course. She's always with me in championships and everywhere. Saudi has just opened their fencing academy for women, and I thought I'd give it a try, and I ended up really liking it. I tried multiple sports before joining fencing, but what made fencing different was the focused and driven community. It was my first time ever joining an academy where people were training for a certain goal. It's either to become Arab champion or like participate in the World Cups and the European circuits. I used to come with my sister to fencing trainings, and I used to watch her every day. So she inspired me to join fencing with her, and one day I hope to be as successful as her. بدأت رحلتي في المبارزة قبل تقريباً 10 سنين. اللي نشوفه الحين يعني تطور كبير في رياضة المبارزة بالتحديد وفي الرياضات كلها يعني على شكل عام، من استضافات بطولات مثل كومبات جيمز في السنة الماضية، مثل بعد بطولة العالم اللي بنستضيفها الشهر الجاي إن شاء الله بإذن الله. السيف له تاريخ عند العرب والعالم، تطور بتطور العالم. السيف شعار وطن عندنا في السعودية. أول مشاركة أو ممارسة للمبارزة كانت في جامع مدارس السبع القصور بجدة عام 63. فالمهم فحطينا الأهداف، طبعا ما كان في بنات، كان عدد الأندية 7 أندية، اليوم عندنا 55 نادي، عدد اللاعبين 250، وصلنا 3000 لاعب. تصنيفنا كان 17 على الآسيا، صرنا 7 على آسيا، كنا 70 على العالم، صرنا 23 على العالم. احنا اول اتحاد عندنا بنات مصنفين في فئة الشباب على مستوى العالم وعلى مستوى آسيا. صراحة احد اهداف اللجنة الأولمبية، مش اهداف الاتحاد فقط، انه يتأهل عندي لاعب لأولمبياد باريس. اخر تأهل كان اوفيشلي يعني يمكن لبنى العمير شاركت في ريو بالوايلد كارد، بس ابغى لاعب يتأهل بالتصفيات اللي عندنا. الزون حيكون في ابريل، عندنا لاعبين حيكونوا مشاركين في سلاحين الريبي والسيبر ان شاء الله، يعني اقل شيء انه يتأهل عندي لاعب. البنات حتى اليوم اللاعبات اللي هم يبغى حيخشوا جامعه قريب يبغى يدرسوا تخصصات سبورت مانجمنت، الاشياء ريليتد للسبورت، وهذا شيء كويس.